أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم هذه الحقيقة عليش علي دمها بدمها ولحمها بلحمها وعظمها بعظمها وجلدها بجلدها. اللهم اجعلها فداء لعليش علي من النار. اللهم تقبل من والديها، اللهم احفظهما، اللهم اطعمهما، اللهم اسعدهما، اللهم اعطهما جنات الفردوس الاعلى عن نبينا وصديقنا والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم احفظ عليش علي من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة برحمتك يا ارحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.